إذن السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأوفياء، متابعي قناة أليوم التيسير، أهلا بكم معنا اليوم. كذلك فيديو جديد، فيديو مميز، اللون الأبيض اللي كتشوفوا معنا جا عاطي السامبل. كيف ما كتشوفوا هاد لاكوزين اللي استغلنا المساحة ديالها، هادي كان لاكور الفوق، كان الزاج اللي كانت فيها كان عاطي بزاف ديال الكاركير مجموع فيه، استغلنا سميتو درنا هاد لامسترونغ اللي هو البلافون، حطينا فيه هاد الموتيف بالقبس، يعني الفوق راه غير مسقف كله، وحطينا لاكوزين. كيف ما كتشوفوا غنوريكم من هنا في هذا الكوطي اللي هنا اللي كاين السارية، الا لاحظتوا حطينا ديال الشطاطر، غادي نبقى لي سباس ديالها راه كنديروها كنتكلم لكم في الفيديوهات، بقى عطات الشطاطر اي حاجه كندخلها، وفوق منها بقات ما ديك 65 سنتيم تحط ديال البلاطوات. غير هي لاكويزير غيكونوا فيها لي بواني انتيغري، دابا مازال ما راكبينش حتى يلاه ركبات غير اليوم. الا لاحظتوا الكيس الفوق ديالو كيوقف في الكومبات، فيما بغيتي توقفوا توقفوا. حتى سيدة المطبخ ما يعلاش عليها، كيبقى قريب على حساب يديها، ممكن انها توقف هنا تاخذ داكشي اللي بغات. الى لاحظتوا هنا كذلك بالنسبه للانوار اللي طالع من فوق حتى لتحت، فوق جوج ديال البيبان، بروفوندور ديالو 65 سنتيم، يعني نافع نافع للاواني وليزيطاجير كلهم. اذا لاحظتوا ما كايناش ما كاينش جوان، كلهم فورميكا دوبل. هنا جوج ديال الكاسكولي، لي كاسخولي اللي درنا لي من فورميكا في الجناب، الى لاحظتوا فورميكا كتعطي واحد الجماليه، وعايوا هذا البيكسي كلاس هو كيعطي بيكسي كلاس عفوا. ولي كاسخولي كل ما كيتقلو كل ما كيجرو مزيان. هنا الى لاحظتوا الاكسسوار راه متميزه وغنيه على التعريف، لان كل ما كتكون لاكوزين كبيره كل ما كنلقاو حنا دي زاكسسوار نزيدهم. الى لاحظتوا كذلك هيدروليك، كل ما تقلات كل ما مزيان، بقالنا الفوق تقريبا 45 تحط كيسو ديال البلاطوات الصغار. وهنا إذا لاحظتوا ثلاثة ديال لي كيسو لي ستوندار عبارة واحد، ثلاثة ديال لي كيسو كلهم الساشي ديالهم كلهم كيتحلوا الفوق، يعني إذا لاحظتوا ملي كيتحل الفوق كيعطي واحد الجمالية، وكلهم مقسومين. علاش تقسمات في ثلاثة؟ لأن بعض المرات الكيسان 15 سنتيم، هادو كلهم غادي يكونوا كيسان، يعني ثواني داكشي لي صغير. الفوق خليناهم ليفر، خصوصا هذا ديال الكوان بالنسبه للحرفيين، هذا ما عمره يكونوا فيه جبيبه، لان الا كان باب دائما غادي ينكشف، ديما الكوا كيكون يتحل الفوق. هنا الفوق هذا اللي لاحظتوا لا داعي انني نحل اخر لان نفس الشكل. وهنا لتحت الى لاحظتوا لا ماشين، عندنا ماكينة الصابون لا فيسيل حدا بعضياتهم، كذلك التيب ديال الكارونت. هنا هاد الكوا اللي فيه 90 سنتيم، هذا كل ما كيكون لي سباس كنا كنحطو، هذا غيكون فيه الليفي اللي فيه جوج الحفاري، واحد كوش واحد دروا، غادي يكون في الكوا غيعطي واحد الجمالية، وغيبقاو فيه داكشي الكبير البوطات كلشي. والكوا ملي كيكون تصير راه كيعطينا 42 في الباب، يعني داخل البوطات. حدا الكوا مباشرة حطينا لابوبال، اللي فكرة درسناها ديجا ونجحات. كيف ما كتشوفو نحيد لكم هذا، كيف ما كتشوفو الداخل راه فيني بالفورميكا، يعني غير كاسخولي مجر وضرب ضرب لانطاي ودرتو الفورميكا. هادشي كنصورو للحرفيين، نتمنى انكم تستمروا في الفكره، راه ناجحه مليون في المئه، وان شاء الله مسيره موفقه للجميع. مباشره فوق المجر كاسخولي صغير، وهنا الى لاحظتوا هادشي كنصورو لكم، لان باقي تابعوا لا فينيسيون. هنا لا بلاك، بلاك ديال 90 سنتيم، بلاك اللي غيجيو فيها ثلاثه ديال الكاسخولي. كما كتشوفوا لي كاسخولي كيعطيو جماليه اكثر، كل ما كانوا كبار كل ما كيعطيو مزيان. غادي تحيد الفورميكا ويدير البيكسي كلاس لان عجب صاحبه المطبخ، غادي يكون تغيير. وهنا بالنسبه لهاد الجبيبه اللي غيكونوا هنا، هما اللي غادي ندخلوا منهم هذاك لوكوا اللي غيكونوا فيه لي زيطاجير، ومازال غادي تغلف الارض، غادي تغلف الكوطي ديال الدار لان كاين الالومنيوم من وراه. وبالنسبه للصالونجي اللي خارج هنا، كيف ما كتشوفوا من الغرفه ديالها فيها اربعه ديال لي كاسخولي، اربعه حتى هما عطاو جماليه ومهمين بزاف الجراب، مهمين بزاف انهم يكونوا. كذلك لي بوليك والرخامه اللي غادا تكون هنا، غادا تكون خارجه تقريبا بواحد 10 سنتيم، 10 سنتيم وليز فيها ريك شيلي، يعني غيجي فيها داك السنتر. وهنا غادي نقدر نزيد واحد الشبكه اللي هي ديال العطريه، غادي تنكشن هاد البيبان، غادي تحط من هنا، يعني صالونجي مازال غادي تزيد تخرج ب 23 سنتيم.
المهم كيف ما كنوعدوكم بعد ما غادي يركب الرخام سيري لا كوزين تفينا يعني 100% يركب الزاج هنا اللي مازال خاصنا راه درنا الفورنيكا كنوعدوكم ان الفيديو يتحط من جديد وتشوفوا كيفاش جا ونتمنى ان الفيديو يكون خفيف طريف عليكم وفرجه ممتعه يلا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.